وفد من الممثلين المصريين او الشبيحه. الشبيحه زي ما بيقول موقع عكس السير، والشبيحه او التشبيح يعني البلطجيه او البلطجه. المهم وفد الممثلين او الشبيحه كان بقياده مربي الاجيال محمد صبحي وصاحبه العصمه الهام شاهين وبوسي شلبي ارمله محمود عبد العزيز الله يرحمه، ومعهم اخريات درجه ثالثه ورابعه. الوفد توجه الى سوريا الشقيقه ليساند القاتل المجرم بشار الاسد في العرس زي ما بيقول صبحي، وتاكيد ان سوريا لازم تنتصر. وكانت كلمه مفتي الجمهوريه السوريه للمناضله الهام شاهين ايقونه الرحله مؤثره. اشكرك الان على كل الافلام اللي قدمتيها كنت فيها موجهه ومعلمه وقدوه اكثر من كونك ممثله. بعد الحضور اعتراف 60% من افلامها كانت اباحيه. ان الدموع ترقرقت في اعين بعض الذين استمعوا لتلك الكلمات المؤثره. الواضح انه في ظل ندره ما نصدره قررنا نصدر التعريض كمان كسلعه مصريه مميزه. ودور تاج التعريض هم الفنانين المصريين اللي قرروا استكمال مسيرتهم الحافله في مسانده القهر والديكتاتوريه والقمع واذلال الشعب المصري. قرروا استكمالها مع باقي الشعوب العربيه وعلى راسها سوريا الجريحة، بعد ما أنهوا جريمتهم بنجاح مع شعبهم قرروا أن يواصلوا التشبيح وخيانة الشعب العربي الكبير بإصرار ودعم. سوريا لازم ترجع، هي ومصر وليبيا واليمن لحضن الطغاة، عشتم عبيد ولازم تكملوا عبيد. هكذا هي رسالة الفنانين لا مؤاخذة لشعوبهم. طب غزة، ما تبصوش بص على غزة. غزة عارفينها؟ غزة كان رايح لها قافلة إغاثة من 14 تريلا كبير محملة بالأدوية والأجهزة الكهربائية أرسلتها جمعية علماء الجزائر كمساعدة واجبة لأهالينا في فلسطين المحتلة. غزة، غزة إيه؟ غزة العزة. لا، إحنا بندور على الذل والمذلة. يا فنانين يا حساسين، القافلة فضلت أكتر من يومين ملطوعة على بوابة المعبر مستنية حد يتكرم ويسمح لها إنها تدخل غزة، محدش عبرها، ومصر رفضت بإباء أن تفتح المعبر. طب كلمتين وانتوا راجعين من عند السفاح يا صبحي. طب توجيه يا أستاذة إلهام بعد ما قابلت المفتي بالتاء أو السين مش هتفرق. اخرس لعنة الله عليك، احنا خدامين السلطة، والسلطة عايزة دكتاتور وقهر مش عايزة مقاومة وشرف. مصطفى محمود بيقول لك أكثر الخائنين هم قادر لم يفعل، وغني لم ينفق، وقاعد لم يبادر، ولسان لم يتكلم. ألا لعنة الله على الظالمين. الله غالب. صدقت يا معتز.